ورجعنا لكم وبداية فقرتنا الأهلي خط أحمر. الجو منعش وجميل، أنا في غاية السعادة. أهلا بك يا فارس، وأهلا بكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان في يوم عظيم من بدايته حتى نهايته إن شاء الله. يوم جميل، الأهلي دايما لما بيفوز ويكون كمان الفوز أكبر فوز في تاريخ دوري المجموعات للنادي الأهلي وأول فوز للأندية المصرية في الكونغو الديمقراطية، بالتأكيد لازم نكون في غاية السعادة. نتيجة كبيرة ونتيجة مهمة كمان. الأهلي دايما بيدي دروس، وانت مشجع للنادي الأهلي لازم تبقى عارف انك محتاج تصبر، محتاج تثق في فريقك، محتاج تصدق. دي أهم حاجة، محتاج تصدق. واحنا بنتكلم الحلقة اللي فاتت الوضع كان مختلف، ناس كتير جدا وانا جاي بتكلمني في حتة، انتوا المرة اللي فاتت اتكلمتوا في ثلاث نقط، التلات نقط غريبة جدا ان هم كانوا محور المباراة. ناقشنا المرة اللي فاتت في البداية بشريف والدفع ببواليا في ظروف افضل، اتناقشنا في ان لازم نستغل الشوط الاول وننزل باستراتيجية مختلفة ان احنا نسجل من البداية، اتناقشنا كمان في فكرة تقسيم المباراة وفي أهمية دور قفشة للجمهور وسجل النهاردة. أعتقد كنا محضرين كويس. الحمد لله، توفيق من عند ربنا، توفيق كبير جدا بيصاحب النادي الأهلي في المباراة دي. التوفيق اللي غاب عنك المباراة اللي فاتت، كرة القدم على المدى البعيد دايما عادلة، بس احنا ما استنيناش كتير، يا دوب مباراة العودة وكانت العدالة من كل شيء. العدالة اللي حيرت البعض، ازاي في الجو الحر والرطوبة العالية والقلق من الأجواء الصعبة ينزل مطر غزير، درجة الحرارة تكون 27، موسيماني يكون في أحلى مبارياته، اللاعبين يكونوا في أحلى مستوياتهم، مباراة تكون بمزاج، مشكلة الشوط الأول تنتهي بهدفين في أول تلت ساعة، أداء ولا أروع، كمان تشكيل ولا أروع، كل شيء يكون معاك حتى في الشوط الأول والشوط الثاني. أخطر كورتين لفريق فيتا كلوب، واحدة في القائم والتانية في العارضة. كل شيء حدث في المباراة الأولى تغير تماما في المباراة الثانية، وكأنها بوادر العشرة إن شاء الله. إن شاء الله يا أسامة. واللي تغير مش مجهود النادي الأهلي فنيا، اللي تغير جزء من حظ الأهلي، اللي دايما الناس بتتكلم عن أن الأهلي معاه حظ. بالعكس، مباراة بتتعادل فيها مع فيتا، ضرب الجزاء اتكلمنا عنها كتير جدا، بتضيع كتير جدا وبتنزل مباراة. زي ما قلنا هنا، المدير الفني الجيد مش هو اللي ما بيغلطش، مفيش مدرب في العالم ما عندوش أخطاء، ولكن المدير الفني الجيد هو المدير الفني الأقل أخطاء، واللي أهم كمان بيقدر يعالج الأخطاء. المرة اللي فاتت زيرو محاولات كان فيتا بيعملها، ولكن قدر بالعكس من محاولات مش مرتبة يسجل فيك هدفين. المباراة دي زيرو محاولات اون تارجت لفيتا على ملعبه، شيء صعب جدا، وصعب انك تروح تقابل فريق على ملعب ترتان واخد على سرعة الكرة فيه واخد على الأجواء فيه ويعمل صفر محاولات اون تارجت، في الوقت اللي انت بتعمل خمس محاولات على المرمى اون تارجت بتسجل منهم ثلاث أهداف. هنا الموضوع اتعالج كويس من بداية المباراة، تقدر تشوف كويس قوي ان موسيماني غير اهم حاجة شخصية الفريق، وهي في ايه؟ كرة محمد شريف في بداية المباراة بتعلن عن فرصة شبه محققة، بتضغط جامد جدا، بتوضح ان انت نازل من اول ربع ساعة زي ما انت قلت يا أسامة عايز تخلص المباراة، وده بيعكس تصريحات موسيماني اللي قال انا مش رايح المباراه دي اطلاقا عشان خاطر العب على تعادل، انا رايح العب على الفوز. اعتقدت ان هو تصريح دبلوماسي، بس لما شفت في الملعب اكتشفت ان التصريح ده كان بيتسو موسيماني بيقوله وهو عارف هيعمل كويس قوي. بعد مباراه الاتحاد اللي في الدور الثاني او في بدايه الدور الاول في الدوري، كان بيتسو موسيماني لعب مباراه مع الاتحاد في كاس مصر، كانت المباراه صعبه جدا، حسمها حمدي فتحي وطبعا قفشة الحاسم بهدفين بعد ما كان الاتحاد متقدم 1-0، وبالفعل كان النادي الأهلي بيعاني فنيا في هذه المباراة. جينا في بداية الدوري، بيتسو موسيماني مع حسام حسن بيسجل رباعية، والنادي الأهلي بيستحوذ تماما على فكرة الملعب وإزاي بيقدر يسجل هدف. وقتها أنا قلت صعب جدا تقابل بيتسو موسيماني للمرة الثانية وتكون موفق قدامه. بيتسو موسيماني المدير الفني اللي بيذاكر قوي المنافس، وبيسمح لك فقط لا غير بمباراة واحدة، المباراة الثانية هتكون صعبة عليك جدا جدا جدا، وده اللي حصل مع فيتا كلوب.
درسه بشكل كبير جدا، عرف ازاي يلعبه. النهارده بتلعب 4-4-2 فلات، عندك قفشه اللي كنا بنتكلم ازاي بيروح يلعب وينج، النهارده عنده تحركات عبقريه على الجانب الامامي. جونيور اجاييه ان كان بيلعب على طول وينج، محمد شريف مع مروان محسن، مروان محسن اللي المباراه الثانيه على التوالي بيعمل اسيست. النهارده استفدنا استفادات كبيره جدا من الخط الامامي، مروان محسن اسيست، محمد شريف بيسجل هدف، بينزل وولتر بواليا بعد حاله من عدم التوفيق بشكل كبير جدا في الوقت الصغير او القليل اللي يلعب فيه وولتر بواليا يعمل اسيست. ده اللي المفترض نبني عليه الثقه اللي بترجع للخط الامامي وتحديدا ثلاثي راس الحربه محمد شريف مروان محسن وولتر بواليا، ده لازم نبني عليه. كمان طاهر محمد طاهر وهو بيسجل، وقفشه اللي بيعوض الكره اللي زعلت جماهير النادي الاهلي في الدقيقه 88 بهدف من نوعيه قضيه قفشه، هدف بعد تمريره رائعه من السوليه يقدر يسجل هدف تاني عشان نقتل المباراه تقريبا في اول تلت ساعه. مهم كمان ان احنا نقول ان في ثلاث حاجات كانوا بصمه موسيماني، زي ما احمد قال لكم فكره طريقه اللعب، ده خيار فني خاص بالمدير الفني بشكل كامل، انا اللي غيرت طريقه اللعب في مباراه زي دي. موضوع فيه ريسك ان قفشه يلعب طرف وانك تلعب باثنين مهاجمين، بس الريسك ده اتحول لثلاث اهداف، اذا هنا الاختيار في طريقه اللعب كان مثالي، توقيت الاهداف كان مثالي، وكمان إدارة المباراة على مستوى التغييرات مثالي، والتعامل مع الأرضية الترتان بدنيا واستهلاكك وتقسيمك المباراة لأشواط داخل المباراة كان أيضا شيء مثالي. هنا موسيماني في المباراة دي مش بس تفوق، لا ده الأهم إن هو عدل كتير من الحاجات اللي وقفنا عندها قبل كده. يبقى ده المطلوب من المدير الفني، مش إن ما يبقاش فيه سلبيات، إن يبقى فيه تصحيح للسلبيات دي عشان نشوف نتيجة عظيمة زي ما قلنا. أحمد وكمان موسيماني ليه أرقام خاصة في المباراة دي. بالتأكيد موسيماني له أرقام خاصة، موسيماني بيلعب 9 مباريات مع النادي الأهلي في البطولات الأفريقية أو في بطولة دوري أبطال أفريقيا البطولة المحببة للنادي الأهلي، هزيمة واحدة فقط لغير أمام سيمبا. الأهم من كل ده أن بيتسو موسيماني في قيادته للنادي الأهلي لعب 4 مباريات خارج الديار أو خارج مصر، فاز في 3 مباريات، هزيمة واحدة فقط لغير زي ما قلنا، أحرز 6 أهداف واستقبل هدف واحد، 6-1 بيتسو موسيماني في 4 مباريات، أعتقد رقم مهم جدا، رقم بيعكس شخصية المدير الفني. إن إحنا كان عندنا بعض المشكلات دايما في إننا لما نلعب خارج ملعبنا بتكون النتائج دايما مش في صالحنا. من 4 مباريات تحت إدارة بيتسو موسيماني بنحقق الفوز في 3 مباريات، أعتقد رقم لازم نقف عنده ورقم يخلينا نهدى شوية عن المدير الفني. تخيل مدير فني بيجي لك في الدور قبل النهائي بيحسم دوري أبطال أفريقيا، مدير فني بيلعب مباراتين يحسم بيهم مسابقة كأس مصر، بيروح يلعب كأس العالم للأندية، وأقصى اللي تقدر تحققه خاصة وانت بتواجه بايرن ميونخ في الدور قبل النهائي هي الميدالية البرونزية، فبيحققها، يعني العلامة الكاملة من الـ3 بطولات اللي شارك فيهم، يقدر يتصدر دوري المسابقة المحلية لو فاز في المباراة المؤجلة. فبالتالي مدير فني زي ده على الأقل لازم تصبر عليه تماما حتى نهاية الموسم. القيمة المضافة للفريق وهو محمد مجدي قفشة، كان لنا كلام هنا خاص في الحلقة اللي فاتت عن قفشة، محتاجين نستكمله لسبب. زي ما قلنا لكم مفيش لاعب انت كمشجع ما تنتظرش منه الأفضل، حقك انتظر من اللاعبين الأفضل وانه يؤدوا أكتر ما عندهم، وده شخصية لاعب الأهلي وشخصية جمهور النادي الأهلي. ولكن في نفس الوقت ما ينفعش انت اللاعب بتاعك تبدأ تروج لفكرة اتكلمنا فيها خطيرة جدا، وهي ان قفشة يعيش على ظلال القضية. قلنا معاكم المرة اللي فاتت ان قفشة في دوري ابطال افريقيا كان في 3 مباريات ساهم في 2 في 2. هنيجي بقى النهاردة قفشة مع المباراة بتاعت فيتا اصبح لعب 4 مباريات في دوري المجموعات ساهم في 3 مباريات، سجل امام فيتا وسجل امام المريخ وصنع امام فيتا. سيمبا الفريق الوحيد اللي قفشة لعب قدامه دقائق قليلة جدا وما سجلش. هنيجي بالنسبة للدوري المصري، قلنا ان قفشة مساهم في اغلب مباريات الدوري المصري للنادي الاهلي، هنا اللاعب اللي يستحق الدعم.
لما بنيجي ندور بنقول قفشة عنده أفضل، ولكن مين في مصر في مركز قفشة ممكن يا أحمد نتكلم إن أنت تقدر تحطه قبل قفشة في الترتيب؟ مفيش. بس كده بالظبط، ومتفقين على ده. إذن بنقيم قفشة في الإطار ده، مفيش لاعب تحس إن في جاب بينه وبين قفشة. بالعكس أقولها بكل أريحية، قفشة في المكان ده حاليا هو اللي بيبعد عن أي حد، خصوصا إن هو اللي لعب آخر مباراة أساسي المنتخب مصر كمان وواخد الثقة. حتى عبد الإله حفيظي اللي من اللاعبين المميزين اللي كنت بتكلم عليهم في المركز ده في أفريقيا، لما الناس شافته مع الرجاء اتكلمت بشكل معقول جدا وقتها إن لا يا جماعة احنا شايفين قفشة يمكن بيتفوق عليه. إذن أنت عندك لاعب حتى لو بصينا داخل القارة في المركز ده مش هنلاقي لاعيبة يا أسامة أسماء كتير تقدر تقول لا ده في فلان ممكن نجيبه، في فلان ممكن نجيبه. فإذا أنت محتاج تحافظ على قفشة. بالتأكيد، وقفشة لازم توصل له رسالة مهمة جدا. بعض من غضب جماهير النادي الأهلي بيكون ثقة فيك، بيكون بيطالب أن أنت توصل لأعلى مستوى، بيضعوك على درجة واحدة من المقارنة مع محمد أبو تريكة. أعتقد دي مقارنة بتكون صعبة جدا، ولكن أنت على الأقل قادر تقدم نسخة لصانع الألعاب اسمها نسخة محمد مجدي قفشة. النهاردة بعد ما كان في عدالة من الكاف بمنحك أفضل لاعب في الجولة الثالثة، النهاردة أيضا عدالة إلهية بعد الفرصة اللي ضاعت في الدقيقة 88 بتسجل هدف من صناعة مجدي قفشة، الهدف اللي صنعه عمرو السولية، اللي برضو عمرو السولية بيتعرض لبعض الانتقادات. ولكن الحقيقة لما نشوف النهاردة كرة الهدف بقفشة مع عمرو السولية هنلاقي ان عمرو السولية من وان تاتش او من لمسة واحدة قدر يخلي مجدي قفشة في وجه مباشر مع المرمى. طبعا قفشة اتأخر درجة لكن قدر يرقص اللاعب. لو نعرض الصور دي كورة طبعا جونيور أجاييه بيضغط ومعاه عمرو السولية، عمرو السولية بيستلم الكورة وان تاتش على طول قفشة بقى في اتجاه المرمى، وقف الكورة فالمدافع قدر يسبق، ترقيصة لقفشة وتصويبه بمنتهى القوة ومنتهى الدقة ومنتهى التوفيق يجي صالح قفشة في مباراة مهمة جدا خارج الملعب عشان يسجل الهدف الثاني. وارد تقول دي صدفة من عمرو السولية، لكن لو رجعنا لمباراة المريخ هنعرف ان الموضوع ليس صدفة اطلاقا. عمرو السولية صنع نفس الهدف بالظبط وبنفس الطريقة ومن لمسة واحدة، وتقريبا كوبي بيست من الاسيست اللي عمله القفشة لولتر بواليا. هنا في ضغط، شوف عمرو السولية قافل زاوية، ده هو اللي ضاغط في آخر الملعب، هتتمرر الكرة، عمرو السولية بيضغط بيحاول وسط اتنين ياخد الكرة، هتعلى الكرة، عمرو السولية برضو وان تاتش بيحط وولتر بواليا مع المرمى، وولتر بواليا بيسجل أول أهدافه الأفريقية. فلما يتكرر الأمر في مباراتين بينهم مباراة واحدة اللي هي فيتا كلوب الدور الأول أو الذهاب، أعتقد الموضوع مش صدفة. واعتقد كمان لو ركزنا مع بيتسو موسيماني، لاعبين كتير لما بيوصلوا لنص الملعب وقبل نص الملعب زي بدر بانون دايما بيحاولوا يلعبوا الكره اللي بتقطع كل الخطوط عشان توصل بالمرمى. واعتقد بيتسو موسيماني مركز على النقطه دي تحديدا بعد مباراه بايرن ميونخ، لما اتعلم من بايرن ميونخ وقال عندهم لعبه لو احنا اتعلمناها تفرق كتير. اعتقد دي اللي بتتنفذ. فزي ما بنقول بندعم قفشه وقفشه بيدي استجابه، عمرو السولية بنقارنه احيانا بحسام غالي، ولكن الحقيقه عمرو السولية ايضا في مركزه عامل مساهمات كبيره جدا. الدوري اللي فات كان نجم بالتاكيد من نجوم الفريق ومسجل في النهائي، فعمرو السولية ايضا محتاج دعم لان يقدر عمرو السولية يصنع الفرق. اتفق معاك جدا يا اسامه. ومن دعم لدعم، فمين يستحق الدعم زي ياسر ابراهيم النهارده؟ نجم اللقاء ياسر ابراهيم. احيانا بنختلف في مين نجم المباراه، بالناس بتبقى متفاوته، مفيش النهارده حد عمل استفتاء الا وياسر ابراهيم. اكتساح ياسر ابراهيم بيدي نسخه مهمه جدا ان كمان ما فيهاش مصادفه. مباراه الهلال في ام درمان كان ياسر ابراهيم من اهم نجومها، مباراه الوداد في النسخه الماضيه بنتكلم عن مباريات حاسمه كان ياسر ابراهيم من اهم نجومها، فاز بكل التحامات الهوائيه في المباراه دي 8 من 8 مباراه الوداد. والنهارده ياسر ابراهيم انت اهم اسباب صفر محاولات قبل ما توصل لمباراه النهارده. عديت مباراه مهمه جدا، مباراه لياسر ابراهيم وهو بعيد عن الاجواء كاس العالم للانديه، ويجي امام بايرن ميونخ ويلاقي نفسه بين قدام ليفاندوفسكي ومولر، وينزل ياسر ابراهيم في قمه تركيزه تماما. ياسر ابراهيم اللي كان اساسي لحد المباراه النهائيه في دوري ابطال افريقيا، فيجي بدر بانون يحل محله اساسي،
تجد مفيش اي غضب على ياسر ابراهيم، بيركز بس يا فارس عشان يشتغل، وعشان كده ربنا بيكرمه، ولما بتيجي الفرصه تجيله بيكون نجم المباراه. ليه بقى بقول لك ملحوظه حلوه؟ لان حتى مش وهو رجله في الملعب بالظبط، لما ومش اول مره اللاعب اللي سهل جدا يكون عندك كبديل ويدخل وما تحسش بفرق، ده يا جماعه لعيب مميز جدا، في خصوصا في خط الدفاع. انت عشان تجيب انسجامك مع المدافع اللي جنبك ده بياخد وقت. ياسر ابراهيم حافظ المكان، ياسر ابراهيم شفنا لعيبه قبل كده بتختفي في مباريات في وجوده، ياسر ابراهيم لاعب عنده شخصيه، عنده رجوله، عنده روح النادي الاهلي. انا بقول عليه راجل ابراهيم، لان ياسر ابراهيم فعلا لاعب عنده سمات وصفات النادي الاهلي، وفعلا لاعب نتمنى ان كمان مش سهل جدا انك تكون بتخرج من التشكيل وبتدخل التشكيل وبالالتزام ده، صعب قوي تسمع ان ياسر ابراهيم كان زعلان نازل التدريب متنشن مش بيعمل المجهود بتاعه، لا ياسر ابراهيم طول الوقت محافظ على مستوى ثابت، وعشان كده يستحق فعلا يكون رجل المباراه. زي ما كمان في حاجه مهم نقولها، فكره ان انت تبص للخطوه اللي انت فيها. مستر بيتسو موسيماني عنده حاجه مهمه جدا يا اسامه، لما كان بيتكلم واتقال له ان مستر باتشيكو اتكلم في تصريح ان هو هنشوف المره دي في النهائي مين هيكسب، كان رد بسيط جدا، قال انا ما بفكرش في الكلام ده، ما عنديش رد عليه، انا بفكر في المباراه الجايه عشان حظوظي وعشان اقدر اوصل للمباراه النهائيه. النهارده مستر بيتسو بياخد خطوه مهمه في الوقت اللي مستر باتشيكو ما بقاش موجود فيه، وده اختلاف عقليه المدرب اللي من اختلاف عقليه النادي. مش هيبعد كتير، خلينا نرجع للمباراة. عندنا تعقيب، بس أنا عندي تعقيب على اتنين لعيبة قبل ما ندخل في أزمة الجماهير، بعض الجماهير اللي حضرت النهارده. تعقيب على أيمن أشرف وحظه سيء جدا مع حكم المباراة، الحكم تقريبا شايل من أيمن أشرف من أيام مباراة النجم الساحلي، طرده بدون وجع حق في مباراة النجم الساحلي، والنهارده مصر إن هو يديله إنذار وطالع هديك إنذار، يعني هديك إنذار. فأتمنى أيمن أشرف، لا أتمنى ياخد باله من الحكم ده بعد كده. النقطة التانية اللي حابب أتكلم فيها هي محمد شريف. محمد شريف النهارده اتعرض لوقعه صعبه جدا. انا من وجهه نظري بقول لمحمد شريف اوعى تلعب بالحماس وانت بتحس اي احساس بالاصابه. الاحترافيه الشديده، لو انت عندك اي احساس ان انت مش سليم لازم تكون امين جدا مع الجهاز الطبي وتقول انا مش هقدر. ما تشغلش بالك بفكره ان انا بقاتل على ان اتواجد اساسي في التشكيل وان انا جايب جول ودي فرصتي ان انا اثبت وجودي. اثبت وجودك وانت سليم افضل بكتير. الحمد لله النهارده نطمن الناس، الاصابه بعيده عن الركبه والموضوع في العضله، لكن دي كانت رساله مهمه جدا مش بس لمحمد شريف اللي سجل هدف جميل النهارده، لكل اللاعبين في النادي الاهلي. موضوع التذاكر يا اسامه هناخده في عجاله تمام. عشان كمان عندنا حاجات مهمه جدا. النادي الاهلي بس محتاجين ناكد انه دايما بيحافظ على حقوقه. نادي فيتا كلاب اعلن على صفحته ان هو هيلعب المباراه بحضور جماهير، حتى طبع التذاكر ونشرها كان النادي الاهلي احتراما لدايما للوائح وارساء قواعد بعد كده يحتكم اليها. بعت للكاف اعترض على المشهد ده اسامه، وكان النادي الاهلي عنده موقف واضح. انا يهمني جدا ان احنا نتكلم في النقطه دي يا فارس بعد الفوز. ليه؟ لان لازم نبقى عارفين، وهنا من موقعنا هذا في قناه النادي الاهلي، ان احنا هنا بنحاول نبحث عن حقوق النادي الاهلي ايا كانت نتيجه المباراه. البعض يقول انت فزت خلاص ما تتكلمش، لا، النادي الاهلي كان واضح، وواضح جدا في البيان اللي صدر من النادي الاهلي قبل المباراه، ودي حاجه لازم نثني على اداره النادي الاهلي طبعا، لان هي فكره المشهد الاستباقي طلع تصريحات ان في جماهير، فبالتالي انا بطلع بيان، البيان ده منع حاجات كتيره جدا كان ممكن فيتا كلوب يا فارس يحضر جماهير، ونبقى بنعاني دايما، لان برضو حضرنا امام سيمبا 25 ل 30 الف متفرج. فاعتقد دي خطوه مهمه جدا، وكان مهم جدا واحنا فايزين نتكلم وناكد على الكاف، عاوزين المسابقه تكون فيها تكافؤ فرص على جميع المستويات، فبالتالي النادي الاهلي لعب مباراتين على الارض بدون جماهير، تلعب كل المباريات بدون جماهير. بالظبط. معلق المباراه. معلق المباراه. في حاجات لما بنتناولها بنكون دايما عندنا فكره مختلفه فيها. جمهور النادي الاهلي مش هو ابدا الجمهور اللي هيتكلم في معلق يكسبه او يخسره. جمهور النادي الاهلي اكبر من كده قوي، واكبر من ان حد يتناول الموضوع في الاطار ده. بس جمهور النادي الاهلي
اللي دلوقتي كمان بيشوف ان واحد زي عصام الشوالي رغم ان هو كان ليه اضرب يا بدري ورجعنا بقى القضيه، ممكن جمهور النادي الاهلي بيؤمن بالشكل ده من التنافس والشكل ده من ان المعلق يدي المباراه حيثيتها ويديها اللحظه اللي هي محتاج انت تحسها كمشجع. ولكن جمهور النادي الاهلي بيفرز كويس قوي البعض اللي بيكون عنده موقف من النادي الاهلي، وبيجي يا اسامه البعض ده يكلمك في فكره تانية خالص، وهي ان انا ايه مشكلتي مع جمهور النادي الاهلي، او ايه الفكره ان جمهور النادي الاهلي واخد موقف مني، ويبدو ليك ان جمهور النادي الاهلي متحامل على شخص، وده عمره ما حصل. جمهور النادي الاهلي طول عمره بيكون عنده موقف. شفت الموضوع ازاي يا اسامه؟ وشفت جمهور النادي الاهلي كان واخد الامور في شكل ازيد من حجمه، ولا جمهور النادي الاهلي كان بيوصل رساله؟ بص، هو الحقيقه خليني اتكلم عن الكابتن احمد الطيب ما قبل 2014 2015 وما بعد 2014 2015. انا واحد من الناس، يعني انا بقول الكابتن احمد الطيب معلق موهوب، خلاص موضوع منتهي ومش بنتعرض للنقطه دي خالص. ولكن تصرفات الكابتن احمد الطيب او تصريحات الكابتن احمد الطيب قبل 2014 2015 كانت تصريحات بتمنح الفريق حقه. النادي الاهلي في 2012 انا لا انسى، الارض لا تنسى جباه الساجدين، والليل لا ينسى انين العاشقين، واليابان تسال اين الاهلي الان، وحاجات كتيره جدا قالها الكابتن احمد الطيب. لكن من الواضح ان هو كان منتظر صدى جماهيري واسع من جماهير النادي الاهلي. والحقيقه جماهير النادي الاهلي زي اللاعب الموهوب، مهما تقول فيه هو عنده احساس ان هو موهوب. انا نادي البطولات، انا النادي الاول في افريقيا، فاي حد لازم هيقول كده هو بيقول الواقع والحقيقه. لكن الطريق السهل ايه؟ اروح لجماهير انديه اخرى، انديه اخرى نفسها تصدق ان هي البطل الحقيقي، انها تكون رقم واحد، فاقول اشعار فيحصل الوهج او التوهج حوالين المعلق، فبقت السكه سهله. نسيب بقى موضوع النادي الاهلي اللي مش هيجيب لنا اي ردود افعال، ونروح لجماهير انديه اخرى تجيب لنا ردود افعال. فبالتالي كان من حق جماهير النادي الاهلي انها تعترض، ولكن بين سبورت ما قدرتش رغبه جماهير النادي الاهلي اللي تصدروا تويتر في تعقيب او هاشتاج بيرفضوا فيه تعليق الكابتن احمد الطيب. طب هل احنا او جماهير النادي الاهلي متجنيه على الكابتن احمد الطيب؟ ده سؤال وارد جدا يطرحه اصلا الكابتن احمد الطيب، لكن الحقيقه هيكون الرد من زميل او مقدم برامج تونسي في قناه قطريه وهو بيوجه كلام للكابتن احمد الطيب، نسمعه جدا لان الكلام ده مهم جدا. نشوف الفيديو. احمد الطيب، اي حتى تكون الامور، يعني هو غير محايد تماما يعني مع الاهلي المصري، حتى تكون الامور واضحه او محايد. نمشي مباشرة. لا، محايد او مش محايد، انا ليا موقف بشوفه وانا بقوله. ده لمين او مش لمين؟ ده موضوع لا هي اوبستراكشن الحقيقه. انت خارج بس هيكل باختصار، انت خارج من مكانك عشان تلعب الكوره، انت ما لعبتهاش، جيت في خط المسار بتاعي عطلتني، ضربه جزاء. مقدم تونسي في قناه قطريه في برنامج دائم استضافه الكابتن احمد الطيب، او الكابتن احمد الطيب بيعمل فيه وبيقول له انت دايما لك مواقف ضد النادي الاهلي. إذا اللي بيصل النادي الأهلي من الكابتن أحمد الطيب ليس من فراغ، ده مش كده وبس، ده أعتقد عندنا كمان ما يؤكد إن جماهير النادي الأهلي كانت على حق، وإدارة بين سبورت لازم تلتفت لرغبة جماهير النادي الأهلي، لأن اللي بيخسر جماهير النادي الأهلي صدقني بيخسر كتير. ما هي الفكرة دلوقتي محاولة إصلاح ما تم إفساده، هل ما تم إفساده فعلاً سهل جداً إصلاحه؟ ولا الامور كانت تجاوزت ده؟ وعلى فكره كابتن احمد الطيب دايما بيتناول الموضوع في اطار في شكل من اشكال المغالطات، وهو انا تحداك في مره خدت موقف، وبيكون الكلام غير مباشر، والكلام دايما بيكون بيحاول ينتصر الى طرف على حساب طرف. حقك تعمل ده، بس من اللي مش فاهمينه بعد ما تعمل ده يبقى في التشبث ده بان انت ترجع تعلق على النادي الاهلي، وكلنا عارفين المساعي اللي بذلت من كابتن احمد الطيب عشان يعلق على المباراه. نشوف راي كابتن احمد الطيب في اللي بنى مصر كان ايه. كل اللي بنى مصر كان في الاصل زملكاوي، جت منين؟ راجل عظيم اسمه علي زاور، معلق كبير اهلاوي حتى النخاع، لما كان يذيع ماتش لعلي الحسن شحاته وعلي خليل كان يقول له يا سلام على الحلاوه، يا عيني على الحلاوه. يبقى الزمالك عنده لعيبه بتقدم ايه؟ الحلاوه. حلوه صح. ولما في مطرب شهير اسمه محمد طه غنى اللي بنى مصر كان في الاصل حلواني، وبما ان الحلاوه زملكاويه يبقى اللي بنى مصر كان في الاصل زملكاوي. ايه القضيه يعني؟ وبما ان الحلاوه زملكاويه
وبما ان اللي بنى مصر كان في الاصل حلواني يبقى اللي بنى مصر كان في الاصل زملكاوي. يا حلاوه يا حلاوه. هو فعلا يا حلاوه، لان استنتاج قد يكون طريف ونسميه طريف لان احنا بننتقي هنا في قناه النادي الاهلي الفاظنا، ولكن انت هنا خدت الموضوع في اطار ممكن تطلع تعبر وتدافع. بالعكس هقول ان ده انتمائك، او ان انت بتشوف ان ده شكل من اشكال حقك ورايك. لحد هنا جمهور النادي الاهلي هيصنفك كمعلق منتمي بيميل لفريق شايف ان مصر في الاساس زملكاويه او المتعه فيها زملكاويه، ويحطه في اطار ان انت شخص زملكاوي نقطه وقفنا. انما هل الموضوع وقف عند كده احمد، ولا راح لخطوه ابعد بكتير قوي من فكره اللي بنى مصر كان ايه؟ طبعا احنا عايزين نحتفظ بحلم الكال في الفكريه للفنان مظهر طبعا على فكره يا حلاوه دي، لكن الحقيقه الكابتن احمد طيب، وده اللي احنا قلناه، بيكون ليه طبعا تويتات بالتاكيد فيها استفزاز كبير جدا لجماهير النادي الاهلي. لو استعرضنا واحده منها اعتقد الكابتن احمد طيب محتاج يراجع نفسه كتير اذا حب ان هو يعرف السبب، وان كنت اظن يعني ان هو عارف كويس قوي ازاي يستفز جماهير النادي الاهلي. هنا بيتكلم بيقول نتكلم جد شويه، حلوه جدا نتكلم جد شويه دي. لو فاز الزمالك بابطال افريقيا هيتعمل تمثال لمرتضى منصور في مدخل النادي، تمام. طب لو خسر الاهلي افريقيا ها يختفي بيبو اداريا الى الابد، وجهه نظر. طب لو خسر الزمالك بقى ابطال افريقيا فهي مؤامره معروف اطرافها، ولو فاز الاهلي بابطال افريقيا ستكون التسعه. لا نرجع لنا كده، لان هنا الموضوع يعني ايه مؤامره معروف اطرافها بالزبط. يعني ايه؟ يعني هو الزمالك المفترض ان هو يفوز ببطوله افريقيا، فكره ان انت تبقى عايش على التصريحات اللي بتقولها في قنوات اخرى ان فرص الزمالك 70-30 هي فكره من نسج خيالك وانت حر تماما فيها، لكن فكره ان انت يكون مباراه طرفها النادي الاهلي وتقول اذا خسر فيها الزمالك فهي مؤامره، فانت هنا بتشير باتهامات للنادي الاهلي. اعتقد هدف مجدي قفشه وهدف عمرو السوليه وصل لك الرساله انها لم تكن مؤامره الا اذا اعتبرنا ان المتآمر هو مجدي قفشه. مش ده وبس، التويته اللي كتبها الكابتن احمد الطيب، لا كمان تويته ايضا اخرى كتبها بيوضح دايما ان في مشكله وفي مؤامره كونيه واقعه على اي حد منتمي لنادي الزمالك حتى لو كان حارس المرمى جنش. قال لانه جنش ذبحوا جنش، ولما كان حسام غالي ذبحوا اسامه نبيه. اعتقد يعني الكابتن حسام غالي هو اللي خرج من المنتخب، واعتقد ان الكابتن اسامه نبيه كمل المسيره مع كوبر لغايه ما وصل كاس العالم للانديه. صحيح انتهى بيه المطاف حاليا ان هو مساعد باتريس كارتيرون العائد للزمالك بعد رحله في السعوديه، ولكن في النهايه اسامه نبيه كمل المسيره مع المنتخب، وحسام غالي رفض ان هو ينحني عشان يروح يمثل مصر في كاس العالم. اي لاعب ممكن وقتها يعتذر؟ حسام غالي لانه ما غلطش ما اعتذرش. بس بص بقى البراعه في صياغه المغالطات. يعني بص التعميم في ان هو بيقفلها عليه خالص، زي ما انت قلت افريقيا في كل الاحوال هتاخدها بقت مؤامره، فسلبك اي مجهود ليها. وظن وتخيل في خياله ولو للحظه ان كابتن محمود الخطيب ممكن جمهور النادي الاهلي يقيمه بالشكل ده، وكانت اماني البعض اللي الحمد لله ربنا كافئ المجتهد عليها. بس كمان لو اتكلمنا في موقف بس قبل عام ما نعدي القصه بتاعت الكابتن محمود الخطيب، الكابتن محمود الخطيب قدم رساله، وبنشكر القانون اللي اعاد للكابتن محمود الخطيب حقوقه والاعاد الثقه لكل شباب مصر ان النموذج المشرف اللي المفروض ننتهجه او شبابنا يقتدوا بيه هو الكابتن محمود الخطيب، وهو الترفع عن الاذى واستخدام القانون في جلب الحقوق. فبنشكر القانون المصري انه اعاد الكابتن محمود الخطيب حقه. طبعا يا اسامه، والشباب اللي كان دايما بيقول لك احنا لازم ناخد موقف، لازم نصعد اكتر من كده، وكان رهاننا ان في اليه هي في النهايه اللي هتخليك تاخد حقك بشكلك مش بشكل غيرك، وده اللي كان دايما بيقوله كابتن محمود الخطيب. وزي ما قلنا ان النادي الاهلي انتصر وليس بمؤامره كما صنف الكلام بتاع كابتن احمد الطيب، وزي ما اسامه وضح لكم ان المغالطه في صياغه موقف كابتن اسامه نبيه وكابتن حسام غالي، تعالوا نشوف حتى التقييم الفردي
للاعبين بحجم محمد الشناوي في وقت ما كنا محتاجين ندعم ونكبر فيه حارس مصر اللي فعلا حاليا اصبح حارس مصر الاول، كان كابتن احمد الطيب بيعمل معاه ايه عشان الناس ما تنساش وتعتقد ان جمهور النادي الاهلي ولو للحظة هو جمهور بيغالي او عنده عقدة الاضطهاد، وعمرنا ما كنا كده لان النادي الاهلي جمهوره بياخد مواقف. الكلام كان مبروك التأهل لامم افريقيا كويس، ولكن عجبته لك يا زمن، الحارس الدولي محمد الشناوي امكانياته كبيرة حلوة قوي كتر خيرك، ولكنه يلعب ماتش كويس يبقى لازم يلعب الماتش اللي بعده، لان في الكورة الحارس اللي ماشي كويس لازم يستمر. الشناوي يتهجم على الحكم ويحاول الاعتداء عليه وإدارة الأهلي تعاقبه، تمام ده شيء طبيعي في إطار تربوي على سلوكه، بعدها مع المنتخب يلعب عشان ما يتأثرش بالواقع. إيه علاقة ده في إطار لعبة اللاعب بيعترض فيها والنادي الأهلي بيتكلم معاه؟ لا هو هنا خدها لموقف إن المنتخب بيجامله. بيجي بقى بيقول إيه؟ عشان يلعب عشان ما يتأثرش بالواقع الفضيحة اللي ممكن تخلص عليه للدرجة دي. كمان بيقول بقى ثم الأدهى من ذلك ان يدخل هدف في مرمى من منتصف الملعب لا يدخل في طفل عمره 14 سنة، ده كان الحارس اللي إمكانياته كبيرة من شوية، بعدها يشارك مع المنتخب عشان ما نقضيش عليه، مسخرة والله العظيم. وتكلمنا عن روح المنافسة بين اللاعبين، ثلاثة أخطاء في مواقف تبطل أي حارس فنيا وذهنيا وأخلاقيا. كابتن أحمد الطيب كالعادة بيحاول يصيغ كلامه ببراعة، يقفلها لك ضبة ومفتاح. اللي عمله الشناوي فنيا خلاص أمره منتهي، لو هتيجي تقول فنيا بس هو أخلاقيا قالك أمره منتهي حتى ذهنيا. هل المعلق اللي تكلم عن لاعب النادي الأهلي وبطولات النادي الأهلي بالشكل ده لما ينتفض جمهور النادي الأهلي لرفض إن هو يعلق على مبارياتهم يبقى فيه أي نوع من أنواع المزايدة؟ الترند كان رقم واحد على مستوى مصر لأن جمهور النادي الأهلي كان بيوصل رسالة قوية جدا، فرحانين بالفوز بس كان لازم نقف ونرسخ لفكرة أن جمهور النادي الأهلي لا يغالي في شيء ولكنه يسجل مواقف وفقا لمعطيات منطقية جدا جدا جدا. أنا حابب أوصل رسالة لإدارة قنوات بين سبورت، الحقيقة النادي الأهلي جماهير النادي الأهلي مستاء بشكل كبير جدا من اختيارات المعلقين لمباريات النادي الأهلي، وأعتقد لازم إدارة بين سبورت تحط في اعتبارها رغبة أو رغبات جماهير النادي الأهلي اللي أعتقد واضحة بشكل كبير جدا. والحقيقة تم استبعاد قبل كده المعلق الكابتن أحمد عبده، طبعا كان منتمي للنادي الأهلي في فترة مانويل جوزيه، عشان قال كل الشامتين بنا أفيقوا في مباراة سان داونز، ومن وقتها ما شفناش الكابتن أحمد عبده. فنرجو من إدارة قنوات بين سبورت تركز شوية مع جماهير النادي الأهلي. طبعا دي كانت مباراة فيتا كلوب اللي النادي الأهلي فاز فيها بثلاثية، وطبعا هنروح بقى ونرجع للدوري المحلي، وعندنا طبعا فقرة فار روم، عندنا تصريحات مهمة جدا عن مباراة الإسماعيلي أو الأهلي والإسماعيلي وفوز النادي الأهلي، وكان البعض زي الأستاذ علاء وحيد اللي دايما من أيام القناة الرابعة وهو عنده مشكلة في تصريحاته، ويمكن احنا هنا في القناة ومن خلال البرنامج ده قلنا يا جماعة احنا بنحترم كل الأندية الجماهيرية وبنمد ايدينا بصفحات جديدة مع الجميع، ولكن الأستاذ علاء وحيد مصر ان هو يقودنا لمنطقة احنا مش هنروحها، لان احنا هنا بنتكلم بهدوء وبالعقل وبالحجة وكمان أسانيد وأدلة. نشوف تصريح علاء وحيد عشان نرجع نعقل. النهارده الاسماعيلي ظلم، اخطاء يعني ضرب الجزاء مليون في اولا كانوا اثنين، محدش خد باله من شد شكرا نجيب من التيشيرت في الشوط الاول، لا الفار ولا الحكم رجعوها، والكره الثانيه حكم الفار يرجعها وشفناها. وهقول لحضرتك ليه احنا بنقول ضرب الجزاء، وضرب الجزاء مليون في الميه سليمه. نفس الموقف في مباراه الاسماعيلي والزمالك في الموسم الماضي كان احمد عيد عمل نفس التصرف مع احمد بلبولي، وكان الكابتن ابراهيم نور الدين هو حكم الفار ورجع حكم المباراه في القرار وخلاه يحتسبها. موضوع الاخطاء التحكيم ده بقى موضه قديمه قوي، بقت موضه صعبه جدا. يعني معقول هي المباراه كان خطا تحكيمي هو اللي حسم النتيجه لصالح النادي الاهلي؟ يعني هل ده طبيعي؟ انا اساسا مندهش جدا ازاي حكم الفار يستدعي حكم الساحه في كره الف ب ما فيهاش اي حاجه خالص، محمد هاني ما عملش اي حاجه تشير لا من قريب ولا من بعيد او حتى فيها اي شك،
لكن الحقيقة يمكن ده وجهة نظرنا، لكن احنا عندنا وجهات نظر أخرى، عندنا وجهات نظر تحكيمية. ما تخليش الموضوع خاضع للمرة اللي فاتت بنلعب فين والمرة دي بنتكلم في تحكيم، ونرجع نقول التعصب بيجي منين. لما يكون في قرار تحكيمي الجميع الخبراء تقريبا أجمع عليه، هنا الاجتهاد بيسبب حاجة واحدة بس، بيسبب مشاكل وبيسبب مظلومية أصلا ملهاش محل. لما نشوف تصريح أو تحليل كابتن سمير عثمان نطلع ونشوفه ونرجع نعقب. عندنا لعبة مهمة جدا جدا كل النادي الإسماعيلي بيتكلموا عليها، هل هنا في ركلة جزاء ولا لا؟ هنا هتلاقي في لعيب نادي الإسماعيلي بيحاول يعدي لعيب النادي الأهلي، ما عملش أي حركة إضافية، الحاجة الوحيدة أنه رفع إيده الشمال، بس الإيد الشمال دي ما كانش لها أي تأثير. حكم المباراة إبراهيم كان قريب منها جدا، إحنا وقفنا شفنا حكم الفار محمد الصباحي استدعاه وفضل راجع مع الكرة، بس هو محمد الصباحي شايف الكرة من إبراهيم، شايف الكرة من الأول لا تستدعى فيها خطأ، كان قرار سليم أنه يكمل فيها ولا توجد فيها ركلة جزاء. طب المطلوب من حكام الفيديو لو ما عندكش صورة واضحة تقدر تبين لك الاحتكاك ما تجيبهاش، ما تجيبش الحكم. انت جبت الحكم هتوري له صوره احنا شايفينها دي، الصوره دي مش مبينه، انما ايه الحاجه الوحيده اللي بتدي لك سبورت الحكم؟ الحكم كان قريب ومفيش اي لعبه اضافيه عملها لعيب نادي الاهلي. كابتن سمير مش بس حلل اللعبه، ده ازال كل الشكوك وادى درس للبعض في طريقه التعامل زي ما انت شرحت يا اسامه مع اللعبه كان اصلا مفترض تحصل ازاي. هنا محاولة والإصرار على فكرة المظلومية والإصرار على وجود أخطاء تحكيمية مش هي كانت السبب إطلاقا، مش هي اللي خسرتك المباراة. أعتقد ده اللي فعلا بيعطل النادي الإسماعيلي، والاستراتيجية اللي البعض محتاج يتخلص منها ويشيلها من دماغه عشان خاطر فعلا يقدر يعرف عيوبه ومشاكله فين فيطور من نادي الإسماعيلي اللي أتمنى نشوفه في موضع أفضل. ولكن عشان ده يحصل البعض محتاج يغير من عقليته كتير جدا، ومحتاج يبطل بقى يعني اللعب على مشاعر الجماهير. خلينا نواجه مرة مشاكلنا ونحلها. ده طبعا تصريحات أستاذ علاء وحيد، وأعتقد نقطة مهمة جدا لحكام الفار، لو ما عندكش زاوية توضح أن الكرة تختلف عن قرار الحكم يا ريت ما تستدعيش الحكم، بس عشان نكون واضحين. نروح لأحد رموز النادي الإسماعيلي حتى لو كان حديث السن، الكابتن حسن عبد ربه، لانه برضو كان له راي اخر مختلف هنسمعه عشان نرجع نعقب. كابتن حسن، الاسماعيلي النهارده اتظلم تحكيميا، الكره بتاعت حسين السيد دي ضربه جزاء ولا مش ضربه جزاء؟ لا بص، دي بيبقى فيها تقدير من الحكم، فيها تقدير من الحكم. لو للاهلي كان ممكن تتحسب، لو للاهلي كانت تتحسب، لو للاهلي وفيها شك تتحسب، طالما للاسماعيلي وفيها شك ما تتحسبش. اه ليه؟ لان انت عارف الاعلام هيبقى ضد الحكم والجمهور وبيبقى تحت ضغوطات، انما هيقول لك جمهور الاسماعيلي على قد اسماعيليه على قد ناس مش هتتكلم مش هتهاجمني، فهو بالتالي بيبقى بيحسبها، ممكن بيحسبها بالضغوطات اللي بتبقى عليه. هو ليه اتجاه اخر؟ انا قلت للكابتن حسني عبد ربه ايوه اتجاه اخر، اتجاه اخر عنوانه لو للاهلي هتتحسب. هو عارف انها مش ركله جزاء، لكن هو عايزها لو هي للاهلي تتحسب. يمكن استعرضنا قبل كده ناس كتير قالت لو للاهلي اتحسبت، وردنا عليهم رد اعتقد ابطل النقطه دي تماما. ردنا عليهم رد ابطل النقطه دي تماما يا اسامه. ولو نفتكر احنا في فقره قبل كده تناولنا كابتن حسني عبد ربه اللي كان بينتقد النادي الاهلي اداريا وقتها، وقلنا الوقت علمك، بس اعتقد يا كابتن حسني انك ما زلت ما اتعلمتش، لانك بدات كمان تتكلم بشكل واضح عن ان النادي الاهلي كان هيجامل وجمهور الاسماعيلي، وتقال الموضوع هيعدي. بس تعال نرد عليك بالمنطق وبهدوء، ومش بكلام فيه اساءه لنادي الاسماعيلي زي ما في رايي انت اسات للنادي الاهلي بشكل غير مباشر جدا في الكلام اللي انت قلته ده. نطلع ونشوف الموسم اللي فات النادي الاهلي ونادي الاسماعيلي وركله جزاء واضحه للنادي الاهلي لما تحتسب. نشوف اللعبه. ما نيجي هنا نشوف الكره هنكون في حاجتين، لو الكره جت في جسمي وبعد كده راحت لايدي يستمر اللعب ما فيش تمام. حاجه تمام. احنا هنا عندنا مبدئيا الكره جت في الجسم وقد تكون جت في ايد، بس انا شايفها ان ما جتش في الايد اصلا يعني باللعبه دي بالفيديو اللي ناس شافوه في في غرفه الفيديو ما فيهاش جت في الجسم. نفترض حتى لو جت في ايده، حتى لو جت في ايده وهي جايه من جسمي جاي من راسي من ايديا من بطني، ما فيهاش ركله جزاء. طبعا هنا حكم الفيديو نادى عاشور، هنا كان حكم الفيديو القرار صح، عاشور طلع شافها وصمم على قرار عاشور خلاص من وجهه نظره هو محمود يتحمل القرار بتاعه. بس
لو كان النادي الاهلي كانت اتحسبت له. على فكره ده النادي الاهلي، والله النادي الاهلي. وكمان الخطا المركب ان كابتن محمود عاشور حكم الساحه اللي شاف اللعبه بالشكل ده وكان ده قراره، هو اللي بعد كده لما كان حكم فيديو خد قرار مغاير تماما وكان بيحتسب، ما احتسبش اللعبه دي بنفس التكنيك ولكن كان قرار متناقض. يعني حتى لو افترضنا ان الحكم هنا كان عنده قناعه فنيه، هو اصلا رجع خالفها فيما بعد على مستوى القرار. يعني مش النادي الاهلي اللي بيتجامل يا كابتن حسني، ومش لو كان النادي الاهلي كانت اتحسبت له. مزيد من الهدوء عشان حضرتك تقدم نفسك كشخص يقدر يفيد النادي الاسماعيلي لو حابب تعمل ده. قلنا لكم قبل كده ناس قبل الكابتن حسني عبد ربه قال لك لو للاهلي وردنا عليهم، اعتقد ده رد واضح. الكره ما فيهاش اي ركله جزاء واتحسبت على النادي الاهلي، بس برضو النادي الاهلي فاز 3-0 لان ركله الجزاء دي لم تعرف طريق المرمى. اعتقد وضحنا بشكل كبير جدا ان لو للاهلي الاهلي بيحصل معاه ايه. نطلع فاصل واستنونا، وفقره مهمه جدا بعد الفاصل. رجعنا لكم، والاهلي خط احمر وريمونتادا بقى مهمه جدا. كابتن مدحت شلبي بدايه الضيوف معانا، لان كابتن مدحت شلبي كالعاده بيتطوع ان هو يخرج منه اشياء ويرجع بعد كده يشوف الوضع هيكون ايه. نشوف الفيديو ده كابتن مدحت شلبي قال عليه ايه ونرجع نعقب. انه الكابتن محمد الصباحي مش هيقول للكابتن ابراهيم نور الدين دي ضربة جزاء ولا مش ضربة جزاء، هيقول له تعالى شوف بنفسك. وقلت السبب انه الكابتن الصباحي اللي هو حكم الفيديو مش هيشيل الليلة، لان له ضرب الجزاء وهو قال ضرب الجزاء على الاهلي هيبقى هو اللي شال الليله، لان ابراهيم نور الدين في الموقف ده مش هيبان قدام الناس ان هو راح للمونيتور يبص، هو اخذ القرار من حكم الفيديو. فانا صورت للناس انه حكم الفيديو هرب من تقييم الموقف خشيه ان هي تبقى ضرب الجزاء على الاهلي. طبعا انا كنت بقى يعني دائف فيه والله، وهي دعابه في الاول وفي الاخر، لا اقصد بيها شيء على الاطلاق. انا عرفت ان الكابتن محمد صباحي اخذ على خاطره، انا بعتذر له اذا كنت تسببت له يعني في اي حاجه، انا ما اقصدش اطلاقا. القصد الوحيد ان انا كنت بعمل دعابه لا اكثر ولا اقل. ما هو قصه كابتن محمد الصباحي ودعابه والهزار بينك وبينه ده شان يخصك، يقبله او ما يقبلوش. انما فكره يشيل الليله هي اللعبه اللي تخص النادي الاهلي مش تهمه عشان يشيل الليله، والنوعيه دي من الاسقاطات هي اللي بتعمل مشاكل بعد كده يا اسامه. ما احنا عايزين نسمع اصلا الكابتن مدحت شلبي قال ايه، لان انا ما عنديش مشكله خالص انت تعتذر للكابتن الصباحي ده على عيني وعلى راسي، لكن لما انت تقول ان الحكم يشيل الليله فانت هنا بتشير ان الحكم خايف من جماهيريه النادي الاهلي او من قوه النادي الاهلي، فبالتالي يقدر ان هو يجامل او ما يجاملش النادي الاهلي، وده امر مرفوض اطلاقا على النادي الاهلي. فالاولى بالاعتذار ليس الصباحي مع احترامنا الكامل ليه، لانه هو اخطا اصلا في الاستدعاء. الاعتذار المفترض يكون لجماهير النادي الاهلي وللنادي الاهلي، مفيش حاجه اسمها حكم يشيل الليله. حكم يشيل الليله لما يكون حكم مخطئ مش حكم بيجامل. نشوف اصلا تعقيب الكابتن مدحت شلبي اثناء ركله الجزاء الصحيحه اللي احتسبت لصالح محمد شريف. محمد مجدي حط ايده على الحذاء عشان يفرمله، ولا شريف وقع وادى احساس انه اداس عليه؟ القرار مش هيبقى عند الصباحي، وانا بقول لكم من دلوقتي اهو القرار هيبقى مع الراجل اللي قدامنا ده. الصباحي عمال يعيد ويزيد فيها، وفي الاخر هيقول لابراهيم روح شيل. لغايه دلوقتي منتظرين، وزي ما قلنا التطويل برضه مش مطلوب قوي في حكايه الفار. الراجل عرق دراجان يوفيتش لانه لغايه الدقيقه 69 ماشي كويس الحقيقة، لكن زي ما كنت بك